صباح الخير، صباح الفل والهنا على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي واول الشهر كده، ويا رب ان شاء الله يبقى شهر علينا كله كده افراح وخير واخبار كمان ايجابيه باذن الله. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظه من لحظاتكم. نبدأ بقى، بس مش هنبدأ أول أخبارنا، نبدأ ننوه كده زي ما احنا متعودين عن السؤال بتاع الحلقة اللي احنا مبارح قلناه والنهاردة بنستكمله، لأن احنا عاملين فقرة كاملة النهاردة عن السوشيال ميديا وحنرد على حضراتكم ونقرأ التعليقات وكله. مبارح كنا بنتكلم لأن كان معانا خبر خاص بالمجلس القومي للمرأة، وهي حملت لإني رجل، لإني رجل حضرتك بقى، أو لإنك رجل حضرتك هترفض أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة تحديدا، ممكن يكون في محيط أسرتك، ممكن يكون في محيط عملك، ممكن يكون في العموم، مش شرط يعني تكون بتشوفه بشكل مباشر. بس هو ده السؤال، لان احنا بنحاول على قد ما نقدر، يعني عارف يا كريم كده، نشوف المشكلة فين وبعدين نحلها. فعايزين نعرف ايه الحاجة اللي هتبقى كومن، او ايه الحاجة اللي هتبقى يعني موجودة بشكل كومن. ما تترجم لي، ساعدني. الله عليك، الله عليك، كومن ساعدني. مذيعة وارد الخارج حضرات البرنامج ده برنامج عالمي بمعنى الحرف. مشتركة، الحاجة المشتركة بين مشتركة. بالظبط كده. خلينا بقى نروح بعد كده مع اخبارنا، واول خبر النهارده خاص طبعا بفريقنا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، هيرجع للتدريبات النهارده بعد راحه 48 ساعه عقب طبعا مباراه المصري واللي انتهت بفوز الاهلي 2-0. الفريق هيبدا بقى النهارده الاستعداد لمواجهه وادي دجله المقرر اقامتها يوم الجمعه الجايه في اطار منافسات مسابقه الدوري، وطبعا كلنا عارفين ان الاهلي متصدر المسابقه برصيد هنا 62 نقطه. أما بقى فيما يتعلق بفريق الشباب لكرة اليد مواليد سنة 2000 في النادي الأهلي، فالفريق ده توج بلقب بطولة كاس مصر بعد ما تغلب على نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية اللي أقيمت بين الفريقين. ابتدت المباراة بشكل قوي جدا من جانب لاعبي النادي الأهلي، حيث شهد الشوط الأول تفوق كبير لكل اللاعبين طبعا بفضل التمركز والانتشار المميز، وانتهى الشوط بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 16-13. في الشوط الثاني استمر ضغط لاعبي النادي الأهلي، وشهدت الدقائق الأخيرة أداء في منتهى القوة وتركيز ملحوظ الحقيقة من جانب لاعبي الفريق، إلى أن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 30-25، وبالتالي الحصول على لقب البطولة. خلينا نروح بقى تاني لحاجة تفرح، وهو برومو عن المدارس العسكرية الرياضية في مصر واللي تابعة هنا لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، حاجة حقيقي تفرح لأنها عن صناعة البطل المصري ومميزات كمان اللي بيحصل عليها أثناء دراسته. كانت القوات المسلحة أعلنت عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيا للعام الدراسي 2020 و2021. خلينا نروح نتابع. أنت تقدم الصفوف لتصبح واحدا من النخبة الرياضية، أن تحقق حلمك فوق منصات التتويج الأولمبي، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزا خالدا لوطنك. فهذا يعني استثمارك لكل لحظة من عمرك في المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة. مصانع الأبطال، 6 قلاع رياضية ترعى الموهوبين رياضيا، تؤهل أبناءها ليصبحوا أبطالا أولمبيين. رعاية رياضية ودراسية وطبية، بيئة مثالية لصناعة البطل الأولمبي. أكفأ المعلمين، أرقى وسائل التعليم الحديثة وفق مناهج وزارة التربية والتعليم، أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين، توافر المنشآت الرياضية، ملاعب، صالات، حمامات سباحة، مع أحدث التجهيزات الفنية لتنفيذ برامج التدريب الرياضي وفق أحدث الأسس العلمية والتقنية. معنا ستصبح بطلا حقيقيا وتزيد رصيد مصر في الميداليات الأولمبية والعالمية والدولية، لترفع علم مصر خفاقا في كبرى المحافل الرياضية. بادر الآن
بسحب ملفك والتعرف على شروط القبول من خلال موقعنا الإلكتروني أو بمقر مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية الرياضية أو أقرب مستشار عسكري بمحافظتك. المدارس العسكرية الرياضية، مصانع الأبطال. هي مصانع أبطال بالمعنى الحرفي فعلا للجملة، والحقيقة البلد دي مليانة يعني ناس كتير جدا موهوبين على كل الأصعدة، بس في انتظار اللحظة اللي حد يكتشفهم فيها. فما بال حضراتكم بقى لما لحظة الاكتشاف دي تكون مبكرة للدرجة دي؟ فده فعلا مصنع أو مجموعة مصانع الإنتاج، أبطال مصريين مستقبليين. أنا بتفق معاك، وكمان ده جزء واضح من فكرة هنا اهتمام الدولة بالشباب. عشان اهتمام الدولة بالشباب، لما تيجي دولة تقول أنا بهتم بالشباب بتوعي، مش فكرة بس إن هي تقول مقالات، لا، أنت على أرض الواقع ده مترجم. فهي دي النقطة، يعني لما أنا أجي أعمل مدارس عسكرية بهذا الشكل، لما أكون بعمل مؤتمرات كمان للشباب بهذا الشكل وبسمعهم، مش مؤتمر وبروح، أنا بسمع الشاب وبديله كمان اهتمام وبديله احترامه وباخد كلامه على محمل الجد. يعني حاجات كتيرة جدا ومبادرات كتيرة أثبتت حقيقة إن هذه الدولة بتهتم بالشباب بتوعها. فإحنا حابين إن إحنا كمان نظهر في البرنامج المزيد والمزيد من النماذج دي. زي ما يعني كمان يعني بالمناسبة والشيء بشيء يذكر، لو حضراتكم بتابعينا باستمرار هتلاقوا إن إحنا تقريبا مفيش حلقة أو مفيش يوم بيخلو من خبر، إما عن وزارة الشباب والرياضة أو السيد الوزير كان بيحضر فعالية من فعاليات. بالمناسبة استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشاب إبراهيم عبد الناصر، وطبعا ده المعروف إعلاميا باسم بائع الفريسكا، الشاب المصري الجميل المبهر الحقيقة، الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة. وخلال هذا اللقاء هنأ السيد وزير الشباب والرياضة الشاب إبراهيم عبد الناصر على تفوقه العلمي وعلى النجاح في دراسته، وكمان على كفاحه في العمل، وده اللي في نهاية المطاف خلاه بالمعنى الحرفي نموذج إيجابي ومشرف للشاب المصري داخل المجتمع. كمان أهدى السيد وزير الشباب والرياضة للشاب إبراهيم عبد الناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية دراجتك صحتك، وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على الوقوف بجانب كل شبابها وتقديمه كنموذج مثالي لكل الشباب المصري. نتابع برضو يعني سلسلة الأخبار الإيجابية اللي احنا بنتكلم بشأنها دلوقتي، ونروح لبرضو مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، واللي أعلنت عن إطلاق هنا حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات بيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة تحت شعار تصدوا معنا. المبادرة دي حضرات هي في إطار الدعوة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري هنا بالتصدي بقى للتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. أنا أعتقد ده شيء محترم جدا، لأن إحنا محتاجين كلنا، وبالذات كمان يعني الشباب أو فئة الشباب اللي هي بتبقى كمان يا كريم أكتف قوي على السوشيال ميديا وعلى الأخبار العالمية والمحلية وغيره، إن هي تتابع، إن هي تصد، إن هي يكون ليها دور إيجابي. الدكتور أشرف صبحي كمان وزير الشباب والرياضة قال إن الحملة هدفها التصدي لكافة التحديات السلبية اللي بتواجه مصر سواء في الداخل أو الخارج، بما في ذلك مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة. الحملة بتستهدف في حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، ده من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة. أكد أيضا صبحي أن دعوة السيد الرئيس تحملنا جميعا مسؤولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤوليتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر، طبعا حماية لحاضره ووصولنا لمستقبل طبعا أفضل ومستقبل أقوى بإذن الله بكمان فئات الشباب اللي هي الأساس اللي بنتكلم عليها. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. معنا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. يا دكتور منورنا وصباح الخير، ننبسط كده بجد كل مرة حضرتك بتكون معانا بخبر كمان إيجابي. وأنا كمان مبسوط أني معاك، وصباح الخير الأول عليكم وعلى كل السادة المشاهدين والمتابعين، ودائما كده مصر بخير ورئيسنا بخير، ودائما بنقدم مبادرات الهدف منها هو الحفاظ على الشعب المصري وشباب مصر اللي دايما بخير. صحيح، هي بقى هنا المبادرة عنوانها واضح وصريح، هي مش محتاجة شرح بس محتاجة مزيد من التفاصيل. تصدوا معنا، بنتكلم هنا ان احنا عايزين اي اخبار مغلوطة، اي اخبار سلبية، اي شيء يعني ليس له اساس من الصحة بيسيء لهذه الدولة، احنا علينا كلنا ان نتكاتف ونتصدى لهذه الامور. طيب ازاي ممكن برضو الشباب كله يشارك؟ ازاي ممكن يقدم؟ خلينا نعرف من حضرتك يا فندم كمان الامكانية ازاي ان احنا نتصدى لده. تفضل يا دكتور.
خلينا نتكلم بشكل أوضح وأكبر، إن سيادة الرئيس قال تصدوا معنا، يعني تصدوا معنا ضد الشائعات، لا للعشوائيات، لا للفوضى اللي بتجتاح عدد من في المحافظات، يعني العشوائيات المنتشرة في المحافظات بشكل كبير زي المباني المخالفة وما إلى ذلك، وأهمها كمان الشائعات. الشائعات دلوقتي بيتم استخدامها بشكل كبير لزعزعة الأمن. صحيح. عايزين يكون في وعي ثقافي لدى شباب مصر. كمان احنا مش هنشتغل بس سوشيال ميديا، لا، هنشتغل على جميع القطاعات من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وده دور كبير جدا ومهم ليكوا هتقوموا بيه خلال المرحلة المقبلة. هتساعدونا وهتساعدوا الشباب، وهنبدأ نشتغل من خلال حملات اعلامية مختلفة للتصدي لكافة الشائعات اللي هدفها هو زعزعة الامن المصري. طيب لو دلوقتي هنيجي نسأل حضرتك مثلا على سبيل المثال، لو مجموعة من الشباب عندهم هذه الروح وعايزين يجوا ويشاركوا، هل حضرتك بتشوف ان الرد مثلا يكون على المستوى الشخصي، ولا لازم يكون مثلا الرجوع لحضراتكم او لبعض المسؤولين علشان يكون في رد موحد؟ يعني ال- 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 الامكانية ازاي، او الدنيا هتمشي ازاي يا دكتور محمد؟ يمكن أمس الدكتور أشرف صبحي وفقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الحملة دي هدفها هو بالفعل التصدي لكافة الأمور اللي من شأنها ممكن تأثر بشكل سلبي. طب هنعمل إيه؟ بدأنا إطلاق الحملة أمس، وهيتم عمل أفلام دعائية خلال المرحلة المقبلة لنشر هذه الفكرة أو لنشر الحملة وأهداف الحملة. الشباب طبعا هيشارك معانا من خلال وزارة الشباب والرياضة، وكمان هيبقى هناك آليات أخرى للتعاون مع كافة الوزارات الأخرى ومجلس الوزراء في هذا الشأن، اللي من خلالها نقدر ننتشر في كافة محافظات الجمهورية، وشبابنا يقدر يشارك بشكل كبير جدا من خلال السوشيال ميديا أو الأخبار اللي بتنتشر بشكل غلط على السوشيال ميديا. يبقى الهدف هو رفع الوعي كافة الشباب. كويس، لان كمان يعني مهم ان يكون في اسلوب تنظيمي لامكانيه التصدي، علشان الناس ما حدش كده يكون بشكل عشوائي مثلا بيرد او حاجه، لازم يكون فعلا في تنسيق كمان مع حضراتكم او مع كافه الجهات اللي خاصه يعني بهذه المبادره. ده كلام محترم جدا. طيب خليني اسال حضرتك لو في اي مبادرات اخرى يا فندم خاصه بوزاره الشباب والرياضه كده، لو تطلعنا عليها او تدينا حاجه يعني اكسكلوسيف زي ما بيقولوا، او خاصه بينا احنا ب 10 الصبح في الاهلي. والله احنا دائما اولا يعني انتم متابعين بشكل سريع وفوري معانا من خلال المبادرات اللي احنا بنقدمها وكمان بنطورها، والهدف منها هو دعم شباب مصر في مختلف القطاعات. خلينا نقول ان هدفنا الفتره الحاليه هو توثيق عاده الممارسه الرياضيه وجعل الرياضه اسلوب حياه لكل المواطنين المصريين زي ما قال سيادة الرئيس. عايزين نلعب رياضة وعايزين نمارس رياضة بشكل أكبر عشان نقدر نحافظ على صحتنا وعلى لياقتنا، وإزاي نبقى نافعين وداعمين لكافة الأمور اللي احنا بنقوم بها في حياتنا من خلال ممارسة الرياضة. دكتور محمد، لو تسمح لي في آخر المكالمة أروح مع حضرتك لنقطة، ودي فكرة عندي يعني لو حضرتك تقول لي رأيك فيها. الأساس في الرياضة أنا بعتقد عشان غير الثقافة هي الأم، فلو احنا عملنا مبادرة مثلا خاصة بالأمهات المصريين لما هم يتنشطوا كده ويعني ويبتدوا يمارسوا رياضة، أعتقد ده ممكن يتنقل لأولادهم كمان. فيعني أنا قلت أقول فكرة. لا، مهم جدا، بس عايز أقول لك على حاجة ووضح برضو للسادة المشاهدين، إن المبادرات اللي بتهتم بتوثيق عادة الممارسة الرياضية هي بتستهدف جميع الفئات العمرية وجميع فئات المجتمع المصري. بنستهدف المرأة، بنستهدف الطفل، بنستهدف الشاب، بنستهدف كبار السن. ولكن خليني أضم صوتي لصوتك ونعمل مبادرة خاصة ونشوف مدى آلية تنفيذها ونعرضها على السادة المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، كمان نعرضها على الدكتور أشرف صبحي ولدراستها بشكل شامل وكافي وإمكانية تدخل للمرحلة المقبلة. رائع جدا، نشكرك جدا جدا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وكل التوفيق ليكم إن شاء الله. شكرا يا فندم. اللي بيحصل ده شيء جميل جدا ومحترم، وفكرة ان الشباب يبقى لهم صوت وصوت مسموع ويبقى لهم بصمة واضحة وملموسة حاجة في منتهى الأهمية. فكرة كمان ان احنا نستغل طاقات الشباب، ومش مجرد استغلال يعني
يخص الشباب بس، لا ده كمان بيعود بالنفع على الدولة بشكل عام. طبعا ده شيء محترم جدا. تعالوا بقى ناخد حضراتكم لدولة الإمارات العربية الشقيقة، واللي دايما الحقيقة ليها نشاطات متعددة على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ودايما بيسيبوا حالة من الإبهار مع انتهاء كل فعالية من الفعاليات اللي هم بينظموها. أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تحقيق 60 مليون خطوة من خلال 2410 مشارك، وبكده بيتجاوز التوقعات ضمن مبادرة تحدي خطواتنا معا. دي المبادرة اللي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكان رقم التحدي المطلوب تنفيذه أو تحقيقه هو 52 مليون خطوة، ليساوي ال 52 سنة اللي مروا على انطلاق حركة الأولمبياد الخاص. الكلام ده حصل سنة 1968، والإنجاز ده اتحقق بالفعل وقبل الموعد الرسمي لانتهاء السباق. ومش بس كده، ده كمان تجاوزوا بثمانية ملايين خطوة. والحقيقة ان كل اللاعبين كانوا حريصين جدا، هم وعائلتهم وكل الأسر وكل المهتمين بذوي الإعاقة الذهنية من أصحاب الهمم، كلهم كانوا مهتمين جدا بمراقبة عداد التحدي يوميا صباحا ومساء. وطبعا يعني كانت قلوبهم طايرة من الفرحة وهم شايفين رقم 52 اتحقق، وكمان تم تجاوزه لتصل الخطوات المشاركة إلى 60 مليون خطوة في 10 أيام. طبعا الحدث المهم ده حصل بمشاركة العديد من الجنسيات المقيمة داخل الإمارات أو خارجها، وما تحقق بالمعنى الحرفي يتقال عليه إنجاز من الإنجازات الإنسانية اللي اتحققت على أرض الإمارات، واللي بطبيعة الحال بيضاف إلى مجموعة كبيرة من المبادرات النبيلة، زي ما كانت مثلا مبادرة نمشي معا اللي وجبة الألعاب الإقليمية التاسعة اللي استضافتها أبوظبي في عام 2018، واللي استمرت مع الألعاب العالمية 2019، وهي كمان حققت نجاح باهر جدا. الجميل في الموضوع يا كريم فعلا هي فكره هنا التحدي. وفي كمان نموذج تاني معانا اماراتي في تحدي خطواتنا، هو لاعب منتخب الوطني للاولمبيات الخاص فارس الشمسي، ده عنده 21 سنه، قطع 27336 خطوه، وطبعا ايضا من اصحاب الهمم، ده خلال مشاركته على مدار الايام السبعه الماضيه. قال ان المشاركه الواسعه في مبادره تحدي خطواتنا من هيئات ومؤسسات واتحادات وافراد عكست الوعي المتنامي لكل شرائح هنا المجتمع حول اهميه دعم قطاع الأولمبياد الخاص، لكون هذه الشريحة من الرياضيين تمثل جزء من المجتمع. طيب تعالوا بقى نروح نعرف ايه اخر المستجدات واخر الاخبار النادي الاهلي، وكل اي حاجه وكل حاجه تخص فرع النادي الاهلي بالجزيره تحديدا، وده اللي بنعمله مع حضراتكم بشكل يومي. الحقيقه النهارده هتكون منورانا الزميله المراسله هنا ابو القاسم، مراسله قناه الاهلي. صباح الفل عليك يا هنا، اخبارك ايه واخبار النادي ايه وما حوله؟ صباح الخير عليكم يا نهاوند وكريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. خلوني دلوقتي أخدكم جولة في نادي الأهلي فرع الجزيرة، وأكلمكم على الأجواء هنا في النادي وكمان آخر أخبار الفرق الرياضية. الحقيقة الأجواء هنا في النادي، الجو النهاردة حر إلى حد ما، درجة الحرارة 32، لكن العائلات والأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. أما عن الحالة المرورية للطرق المؤدية للنادي الأهلي، الحقيقة أن كوبري 15 مايو في ازدحام شوية، وكوبري قصر النيل في سيولة مرورية جيدة. في بقى خبر حلو لكل الأعضاء، وهو عودة تدريبات السباحة يوم الخميس القادم 3/9 إن شاء الله، بعد توقف لست شهور. طبعا ده كان بسبب فيروس كورونا، لكن الحياة هتبدأ ترجع لطبيعتها تاني خطوة خطوة، والتدريبات هتبدأ ترجع تاني، لكن طبعا مع كل الإجراءات الاحترازية. هيكون الحد الأقصى للمجموعة 5 مشتركين، بعد ما كان 10 مشتركين، طبعا كل ده حفاظا على سلامة كل الأعضاء. خلوني بقى أكلمكم عن آخر أخبار الفرق الرياضية. حابة أبارك لكل الأهلوية والفريق كرة اليد شباب مواليد 2000 لحصوله على بطولة كاس مصر بعد الفوز امبارح على نادي الزمالك 30-25. والحقيقة أن الفريق أدى عرض مميز طول البطولة، خصوصا في مباراة أمس أمام الزمالك. كمان وعد كابتن صابر حسين مدرب الفريق أن اللي جاي هيكون أفضل للفريق، ده طبعا بسبب الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بفرق الشباب والناشئين. طبعا
ايمانا منهم ان هم مستقبل النادي، وكمان ان هم دعم لكل الفرق الاولى هنا في نادي الاهلي. اما بقى عن الفريق الاول لكره القدم، النهارده هيتم استئناف التدريبات طبعا بعد راحه سلبيه لمده 48 ساعه، استعدادا لمواجهه نادي وادي دجله يوم الجمعه القادم في بطوله الدوري الممتاز. النهارده كمان هيكون في مباراه مهمه، هي مباراه نهائي بطوله الجمهوريه لفريق انسات كره الطايره، هتكون امام نادي الصيد هنا في نادي الاهلي الساعه 2 الظهر. طبعا بنتمنى الفوز للفريق والحصول على بطوله الجمهوريه زي ما كل الفرق هنا في النادي دايما معودانا. دي اهم اخبار الفرق الرياضيه هنا في النادي، وكمان الاجواء في نادي الاهلي فرع الجزيره. العوده مره اخرى للاستوديو. قبل ما نسيبك يا هنا، بس عايز اسالك عشان برضو فرصه كويسه ان احنا نطمن كل الناس اللي حابه تروح وتقضي يوم لطيف في النادي الاهلي فرع الجزيره، واللي الحقيقه كل الاجراءات الاحترازيه المتبعه والموجوده فيه موجوده في كل فروع النادي الاهلي، بس عايزين نسمع منك انت الاجراءات الاحترازيه المعموله شكلها العام عامل ازاي، وحجم الاستجابه من رواد هذا الفرع تحديدا للنادي الاهلي، عشان نطمن الناس ان هم فعلا يقدروا ينزلوا بطمانينه وبحريه. طبعا يا كريم، كل الاجراءات الاحترازيه فعلا متاخده، بيتم التعقيم كل فرد على البوابه تعقيم كامل عشان يضمنوا ان مفيش اي فيروس او حاجه، وكمان بيبقى لازم الدخول بالماسك او الكمامه، وممنوع دخول اي عضو من غير ماسك او كمامه عفوا، وبيكون في عدد معين على من الاعضاء على كل ترابيزه طبعا عشان التباعد الاجتماعي وضمان سلامه كل الاعضاء. جميل، ربنا يطمنك، بنشكرك شكرا جزيلا، وصباح الفل عليكي. كل الشكر للزميله العزيزه هنا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي. عجبني ان هم بيقولوا درجه الحراره والسيوله المروريه، الكلام ده كله اكيد بيهم برضو المشاهدين ان هم يبقوا عارفين، واللي لسه ما نزلش من البيت وغيره برضو بنحاول ان احنا نقدم كل المعلومات اللي بتفيد حضراتكم. نروح بقى بعد كده وتاثير كورونا على الرياضه في العالم المستمر للاسف. الاتحاد الدولي للالعاب الجامعيه اعلن عن تاجيل بطوله الالعاب الجامعيه الشتويه العام 2021 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، واللي كان من المفترض ان تقام فعاليات النسخه 30 للالعاب الجامعيه الشتويه في سويسرا، ده كان خلال الفتره ما بين 21 و31 يناير 2021. اتخذ الاتحاد الدولي للالعاب الجامعيه قرار بتاجيل هذه النسخه من البطوله بالتنسيق مع اللجنه المنظمة في سويسرا، على أن تتم مناقشة المواعيد الجديدة المحتملة لإقامة هذه الألعاب في غضون الشهرين القادمين. من اللاعبين العالميين اللي فعلا ليهم نسبة يعني مشاهدة مش طبيعية في كل خطوة بيخطوها مش مجرد في مبارياتهم، النجم البرازيلي نيمار. النجم البرازيلي نيمار أكد بقاؤه مع فريقه باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو أيضا وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، بعد ما كان يعني أعلن قبل كده عن رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الموسم الماضي. أكد اللاعب وقال يعني باللفظ كده: سأبقى وأريد العودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها. نيمار اللي بيبلغ من العمر 28 سنة توج بأربعة ألقاب محلية مع سان جيرمان في الموسم الماضي، وسجل 19 هدف في 27 مباراة لسان جيرمان الموسم اللي فات، وأضاف كمان بالإضافة للأهداف دي 12 تمريرة حاسمة للفريق، وكان يعني شاهد فريق باريس سان جيرمان رحيل عدد الحقيقة من نجومه. ولكن فيما يتعلق بنيمار فهو وضح موقفه مؤخرا وأكد أنه مستمر وباقي مع فريقه باريس سان جيرمان. وبالمناسبة أنت مين أكتر لاعب كرة دولي بتحب؟ بصي، ميسي طبعا، كريستيانو رونالدو. انا كريستيانو رونالدو هو رهيب يعني، هو ستايل لوحده وحدوته. شوف كريستيانو هيروح انهي نادي، انا معاه. هو وجورجينا على فكره مش لوحده. يعني هو باكج واحده. نيمار طبعا من الناس اللي مش لوحده، يعني بس انا ما حبيتش، يعني انا كنت شويه ضد فكره ان نيمار يتنقل لباريس سان جيرمان، ما اعرفش، بس يعني هو طبعا قرار ليه يمكن ليه حسابات ثانيه، بس العواطف بتتفرمل. العواطف بتتفرمل زي ما حصل مع ميسي، هو مع كل الدنيا دي يعني مقلوبه على ان هيمشي وده الفريق بتاعه وكذا، بس
في لغه كره القدم الاحترافيه لا الارقام بتقول قولها، ووضع النادي اللي انت معاه بيقول قوله، زي ما حصل مع ميسي برضه، ما الراجل بيبص يمين وشمال ولقى الدنيا خربانه قال لك طب انا مش قاعد. صحيح. فاهمه ازاي؟ نروح بعد كده بقى مع حضراتكم لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكره القدم، واللي منح قائد فريقه هاري ماجواير فتره راحه هنا اطول بعد القاء القبض عليه والقضيه اللي توارد بها في اليونان في وقت سابق من اغسطس الجاري. من المفترض ان يعود اللاعبون غير المشاركين في المباريات الدوليه الى تدريبات مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، ده هيكون اعتبارا من بكره الاربعاء، لكن اللاعب لن يلحق بزملائه زي ما حضراتكم عرفتوا قبل مطلع الاسبوع المقبل، ده على الاقل، وعوقب اللاعب بالسجن هنا 21 شهر و10 ايام، لكن مع ايقاف التنفيذ بعد ادانته بالاعتداء على رجال الشرطه في اليونان ومحاوله كمان دفع رشوه، لكن طبقا للقانون اليوناني سيجرى اعاده المحاكمه بعد ان تقدم اللاعب البالغ من العمر 27 عام باستئناف، وقال اللاعب انه واثق من نقض الحكم. خبر غريب حبتين اللي انت قلتيه ده، يعني عادة في عالم كرة القدم ما بتسمعيش النوع ده من الأخبار كتير على صعيد اللاعبين تحديدا، ففعلا خبر غريب. على كل حال احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا وفي فقراتنا، وإن شاء الله كمان هيكون معانا مجموعة من الاستضافات المميزة بإذن الله في حلقتنا النهارده. خلونا نطلع فاصل سريع ثم عودة من جديد لـ10 الصبح في الأهلي.